عمل يا حكيم؟ المية بقت متلوسة على الآخر. أنا مش قادرة أتنفس. ولا أنا حاسس إني بتخنق. مش معقول، الوضع بقى صعب جدا. أرجوك يا فرح ساعدينا. حمزة بيفكر في حل للمشكلة. إحنا مش قادرين نتنفس، بنتخنق، ساعدونا بسرعة يا حمزة. يا ريت تكون وصلت الحل ينفع يتنفس قبل ما كل سكان المحمية يتعبوا. ما هو لازم يبقى في حل. فكر كويس يا حمزة، انت ذكي وشاطر وكمان عبقري، يعني اكيد هتلاقي حل. الكل مستنيك ومعتمدين عليك. ها خلاص، لقيت الحل، لقيت الحل. يا سكان المحمية. انت بتقول ايه يا حمزة؟ بجد فعلا لقيت الحل. يا كوكا يا سريع، انتوا الاتنين الوحيدين اللي تقدروا تخرجوا من المية. لازم تنقذوا نفسكم وطلعوا على الشط حالا. مش هنسيبكم يا حكيم. مش هننقذ نفسنا ونسيبكم ابدا. ده مش وقت شعارات ولا تضحيات. اخرجوا من المحميه دلوقتي. كل اللي هيفضل فيها هيتعب ويمرض. خلاص بقعه النفط مش هتفضل اكتر من كده. حمزه لقى الحل. هو ايه ده يا حمزة؟ دخرته من الموتور بتاع جده، لقيته على الشط، فرح هتمسك من هنا وانا هسحب كل النفط من الناحية التانية وهخرجه برا مية المحمية لحد ما تبقى المية نقية جدا. دي فعلا فكرة هايلة، انت بجد عبقري يا حموزة. انا هحط الخرطوم ده في فتحة الصرف وبكده هنقدر نخلص من كل النفط اللي في المية. برافو يا حمزة. أخيراً أهي المية دلوقتي ابتدت ترجع لطبيعتها. أخيراً خلصت، وافتكر كده المية رجعت صافية زي ما كانت الأول. لازم أروح أطمن على صحابي سكان المحمية. طمنوني، أخبار المية إيه؟ الحل ده خلى المية صافية ونقية جداً. شكراً ليك يا حمزة، أنت أنقذت حياة سكان المحمية يا أشطر مخترع صغير. فعلاً المية رجعت صافية زي ما كانت قبل كده، والفضل ليك يا حمزة. أنا مبسوط إن الكارثة دي خلصت وانتهت على خير ورجعت المحمية لطبيعتها القديمة. للمحمية أبطال بيحافظوا عليها ويحموها.